استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة. استقبل المشاركين في الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك. نعم، يتقدم المشاركين السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والسيد عبد الرحمن بن صالح العطيشان رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال البحريني السعودي في معرض ترحيب سموه بالمشاركين في الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال البحريني السعودي. أشاد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تشهده من تطور ونماء بفضل رعاية ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله. أكد سموه أن مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين تشهد على الدوام تناميا في مختلف المجالات وتعزز من خلال مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. أشاد سموه بالدور الذي يطلع به مجلس الأعمال البحرينية السعودية المشترك في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتعميق التكامل الثنائي على مستوى القطاع الخاص، متمنيا سموه لاجتماع المجلس التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.